هنتكلم النهارده عن شخصية مصرية برزت في مجال الرياضة. الشخصية دي معروفة لمصر والعالم العربي والعالم كله، بس مش الشخصية دي. تعالوا بينا نشوف يلا الشخصية التانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشخصية اللي معانا النهاردة هي شخصية رياضية في مجال السباحة، وهو السباح المصري عبد اللطيف خميس ابو هيف. عبد اللطيف خميس ابو هيف الشهير بعبد اللطيف ابو هيف هو احد السباحين المصريين، من مواليد حي الانفوشي بالاسكندريه 30/1 عام 1929. اهم انجازات عبد اللطيف ابو هيف: بطوله العالم 5 مرات متتاليه. تاني حاجه، عبر بحر المانش 3 مرات. وبالمناسبه بحر المانش بحر بين فرنسا وانجلترا. البحر ده طوله 563 كيلو متر، بس مش يعني مش زي بقية البحور التانية، لكن هو بحر صعب في العوم، بمعنى ان هو بيتميز بصعوبة طياراته البحرية وبصعوبة المد والجزر اللي فيه، ويعني مش اي سباح يقدر يعبره. حصل على المركز الاول في اطول سباق للسباحة في الولايات المتحدة الامريكية عام 1963. قطع في السباق ده مسافة 135 كيلو متر في ظرف 36 ساعة. وفي السنة اللي بعدها اللي هي عام 1964 في الأرجنتين، حصل على المركز الأول في السباق، قطع فيه مسافة 250 كيلومتر في ظرف 60 ساعة. كما حصد المركز الأول في سباق مونتريال الدولي عام 1965، وهذا السباق أهله لأن يعتبر أعظم سباح في القرن العشرين، وصنف من خلال الاتحاد الدولي للسباحة كأعظم سباح في التاريخ. وزي ما احنا عارفين إن الرياضة أخلاق، فهو قبل ما يكون بطل فهو إنسان. في أحد مرات عبورهم للمنش غرق السباح الإنجليزي ماتيو سويب في بحر المانش بسبب عدم مرافقته لمركب، مما أدى إلى إن السباح المصري عبد اللطيف أبو هيف تبرع بكل جايزته لأسرة السباح الإنجليزي ماتيو سويب، وتبرع أيضا بجايزته للسباح الفرنسي جورج فايلر اللي أصيب بالشلل في أحد السباقات. زي برضه مقسم جايزته في سباق مونتريال اللي هو كان عام 1965 مع السباح اللي معاه، السباح اللي معاه اصيب بنزله برد فاضطر انه ينسحب من السباق، فكمل عبد اللطيف ابو هيف السباح لوحده، ومع ذلك قسم الجائزه بتاعه بين السباح اللي انسحب في بدايه السباق وبينه. انجازات عبد اللطيف ابو هيف في مجال الرياضه: حصل على جائزه افضل رياضي في العالم عام 1963، كما لقبه الاتحاد الدولي للسباحه بافضل سباح في التاريخ. وفي عام 2001 حصل على جائزه سباح القرن العشرين. وبعد مشوار من العطاء والتاريخ العظيم في مجال السباحة، ودعنا يوم 23 من شهر إبريل عام 2008 البطل المصري عبد اللطيف أبو هيف عن عمر يناهز 79 عام. وبكده نكون نهينا الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع زمايلكم، ونشوفكم الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.